السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور. حضرتك اللهم حاسس لا يعني حول ولا النت يعني ما شاء الله معاكم، يعني قصدها معاكم على طول يعني. فكنا بنتكلم عن مشكلة الخرسانة الأسمنتية وتفاعل الأسمنت مع المية اللي هي عملية الأماها بينتج عنها مركبات اللي هي سيليكات الكالسيوم المماهة اللي هي بتسبب تماسك حبيبات الركام مع بعضها. ودي المهم اهم حاجه في تفاعل الاسمنت مع الميه اللي هو الجل او سيليكات الكالسيوم المماهه. بالاضافه لكده زي ما احنا شايفين في الصوره السلايد اللي قدامنا بينتج مركب الجير الحر او اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم. بيبقى ده مركب ناتج من تفاعل الاسمنت والميه. المركب ده هو أشد مركب بيسبب تدهور حالة الخرسانة نتيجة لتعرضها للظروف الجوية أو الأملاح، سواء أملاح الكبريتات أو الكلوريدات اللي هي الأحماض أو الغازات زي غاز ثاني أكسيد الكربون أو ثاني أكسيد الكبريت. لو اتكلمنا دلوقتي عن أخطر أنواع الأملاح اللي بتهاجم الخرسانة الأسمنتية، أملاح الكبريتات. أملاح الكبريتات دي بتكون موجودة يا شباب في مكونات التربة أو في المياه الجوفية الموجودة في بطن الأرض، وبتكون يا إما كبريتات كالسيوم أو كبريتات مغنيسيوم أو كبريتات صوديوم أو كبريتات بوتاسيوم. بتتفاعل الأملاح الكبريتات دي فيما عدا طبعا كبريتات الكالسيوم مع المركب الثانوي اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم. ده ناتج من ايه هيدروكسيد الكالسيوم ده؟ ناتج من اماهه الاسمنت، ناتج من تفاعلات الاسمنت مع الميه، وبتتكون مركب جديد اللي هو كبريتات الكالسيوم. يعني سواء كبريتات المغنيسيوم او كبريتات الصوديوم او كبريتات البوتاسيوم بتتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم منتجه كبريتات الكالسيوم. ايه هو كبريتات الكالسيوم؟ ده الرمز الكيميائي للجبس، الجبس اللي انتم بتشوفوه بيتباع في الجباسات زي بتقولوا في طنطا او في الغربيه، واللي بيستخدم في اعمال التشطيبات او اعمال البياض. الجبس ده بيسبب زياده في حجم الخرسانه مما يسبب حدوث شروخ داخلها وتفتت الخرسانه. في معادلة كيميائية اللي موجودة قدامكم دي، يعني ممكن يعني بدون الرموز الكيميائية اللي هيقول أنا مش بحب الكيمياء أو كلام من ده، أعرفها. أول مركب اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم بيتفاعل مع ثاني مركب اللي هو كبريتات الصوديوم المائية، بينتج على الطرف اللي هو الأيمن كبريتات الكالسيوم المائية اللي هو ده الجبس اللي هو CaSO4 ومعاها جزئين ميه 2H2O زائد أدوكسيد الصوديوم. الخطوره في تكون كبريتات الكالسيوم اللي هو الجبس اللي هو موجود الرمز بتاعه الكيميائي قدامنا، مش بتيجي لغايه تكون الجبس بس، لا، الجبس اللي اتكون ده كمان بيتفاعل مع احد مركبات الاسمنت اللي هو مركب C3A اللي هو ألمونات الكالسيوم، ثالث ألمونات الكالسيوم الموجودة ضمن مركبات الأسمنت، وبينتج نتيجة تفاعل C3A مع الجبس اللي هو كبريتات الكالسيوم المائية مركب تاني جديد اسمه الترنجايت. اسمه الترنجايت اللي هو عبارة عن ألمونات الكالسيوم الكبريتية المائية. الترنجايت اللي هو عبارة عن ألمونات الكالسيوم الكبريتية المائية. المركب ده هو عبارة في الفحص الميكروسكوبي وجد أنه عامل زي الإبر أو الشوك اللي بتتكون داخل الكتلة الخرسانية، مما أيضا يسبب تفتت وتشرخ الخرسانة. أعتقد التفسير واضح جدا بالنسبة لتأثير الكبريتات على الخرسانة الأسمنتية. نخش على السلايد اللي بعد كده. ازاي نقدر نقاوم، كيف يتم مقاومة الخرسانة الكبريتات؟ اول حاجة ان احنا
استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات. اما بتيجي تعمل اساسات بتاعه اي منشا بتلاقي الاستشاري نتيجه لتحليل المياه الجوفيه اللي في التربه او مكونات التربه لو لقى نسبه الكبريتات عاليه بيوصي باستخدام اسمنت مقاوم للكبريتات. من اهم اشتراطات صناعه الاسمنت المقاوم للكبريتات اللي هو تقليل نسبه سي 3 اي فيه اللي هي بحيث انها تتراوح من 6 ل 10%. الكلام ده يا شباب طبعا هتقولوا احنا الامتحانات ممكن بتكون ام سي كيو، طب الكلام النظر ده هنعرفه ازاي؟ الاسئله اللي هتجي لك في الام سي كيو من خلال المعلومات اللي انا بقولها، يعني مثلا اشترط في الاسمنت المقاوم للكبريتات تحديد نسبه سي 3 اي بحيث ان هي بتتراوح من 6 ل 10%. الاسمنت البورتلاندي العادي ممكن النسبه بتاعه سي 3 اي تكون اعلى من كده. ليه؟ احنا في صناعه الاسمنت بيحاولوا يقللوا نسبه سي 3 اي في الاسمنت المقاوم للكبريتات عشان ما يكونش فيه كميه كبيره منه تتفاعل مع الجبس اللي بينشا من تفاعل الكبريتات الموجوده في التربه مع هيدروكسيد الكالسيوم. ده يبقى الاقتراح الاولاني ان هو استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات. الاقتراح الثاني ممكن في المنشآت المائيه بيستخدم اسمنت حديدي عالي الخبث اللي هو ثالث نوع من الاسمنت اللي هو اسمنت تايب 3 اللي هو الاسمنت خبث الافران العاليه او الاسمنت الحديدي، ده بيستخدم بيوصي باستخدامه في المنشآت المائيه. ثاني حاجه بنرجع بقى لمكونات الخرسانه، الاهتمام بنوعيه الركام انه يكون ركام جيد ومتدرج وخالي من اي شوائب او نسب املاح عاليه من الكبريتات او الكلوريدات. ثاني حاجه تقليل نسبه ميم الى سين في الخلطه الخرسانيه لتقليل الفراغات ما امكن، لان لو الخرسانه فيها فراغات فهتدي فرصه للميه الجوفيه ان هي تخش جوه هذه الفراغات، انما انت حتى لو عملت الخرسانه بصوره جيده ممكن الخرسانه تحمي نفسها وتمنع نفاذ وتسرب الميه الجوفيه من خلال الفراغات وتبدا تتفاعل مع نواتج اماهه الاسمنت. ممكن في المناطق البارده، ده برضو سؤال، بنستخدم في الاضافات الهواء المحبوس اللي هي الاير انترينج او في المنشات البحريه على اساس اضافات الهواء المحبوس بتملى الفراغات الموجوده داخل الخرسانه وبالتالي بتمنع تسرب برضو المياه والاملاح داخل فراغات الخرسانه. يعني كل دي تعتبر اسئله ممكن تجي لك في صوره ام سي كيو. النقطه اللي بعد كده الاهتمام بزياده سمك طبقه الكفر بتاع الخرسانه سواء في الكمرات او البلاطات او الاعمده، يعني بحيث ان هي في الاساسات ممكن يصل سمك الكفر بتاع القواعد او المياد او السملات الى 5 سم اللي هو 50 ملم. وفي حاله الخرسانه المعرضه لدورات من البلل والجفاف، يعني في المناطق اللي بيحصل فيها الصقيع، بنزود الكفر ممكن يوصل ل 7 سم او اللي هو 70 ملم. الاحتياط الاخير بيجرى اختبار تحديد نسبه محتوى الكبريتات الكليه في الخرسانه والمقدره على هيئه سالس اكسيد الكبريت بحيث النسبه بتاعتها لا تزيد عن 4%. برضه ده سؤال، يبقى في المنشآت المعرضه لمهاجمه الكبريتات يجب الا تزيد نسبه الكبريتات الكليه في الخرسانه، في الخرسانه مش في الاسمنت لوحده، عن نسبه كام؟ 4% من وزن الاسمنت. خد بالك من الجمله المكتوبه قدامك، يعني ممكن يجي لك السؤال يجب الا يزيد محتوى الكبريتات كلها في الخرسانه عن 4% من وزن. وزن ايه؟ وزن الاسمنت ولا وزن الركام ولا وزن الخرسانه ولا وزن الميه؟ بالصوره دي ممكن الاسئله تقدر تعرف، يعني من كل معلومه من دي ممكن يجي منها سؤال. معايا يا شباب؟ يبقى ده الاحتياطات الواجب مراعاتها في حاله استخدام او تعرض الخرسانه للكبريتات. هنشوف التاثير الضار الاخر اللي هو تعرض الخرسانه للاحماض.
الأحماض اللي هو المفروض لما يكون الوسط المحيط بالخرسانة أقل من 7، ولذلك بيشترط في ماء خلط الخرسانة إن هو لا تقل درجة القلوية بتاعته عن 7. يشترط في ماء خلط الخرسانة، ده ممكن هذا سؤال برضه غير مباشر، يشترط في ماء خلط الخرسانة ألا يقل البي اتش أو درجة قلويته عن كام؟ عن 7. طيب أمال درجة قلوية الخرسانة بتتراوح من كام لكام؟ تتراوح من 12 إلى 14. درجة قلوية الخرسانة اللي هي البي اتش تتراوح من 12 إلى 14. إيه الأحماض؟ الأحماض على سبيل المثال غاز ثاني أكسيد الكربون أو ثاني أكسيد الكبريت، ودول بيبقوا متواجدين في الجو. ممكن من الأحماض برضو غاز الكلور، وده ممكن يكون موجود في مية الخلط خاصة في فصل الصيف، عشان اتعمل تعقيم لمية الخلط بيتم إضافة نسبة من الكلور لتعقيم مية الخلط، فممكن مية الخلط نفسها تكون بتحتوي على نسبة عالية من أملاح الكلور، وبالتالي بيبقى من بداية صناعة الخرسانة بتبقى الخرسانة ملوثة بنسبة عالية من الكلوريدات. وتأثير برضو الخرسانة اللي بتستخدم في المداخن بتاعة المصانع أو في الأنفاق بتاعة المترو أو أنفاق السكة الحديدية أو في المناطق الصناعية ومنشآت البترول، بتجد الأوساط الموجودة في هذه المناطق بتبقى كلها بتتعرض فيها الخرسانة لتأثير الأحماض. المشكلة في تعرض الخرسانة لتأثير الأحماض في ظاهرة اللي بنسميها ظاهرة التحول الكربوني للخرسانة أو الكربونيشن. بتتم هذه الظاهرة عن طريق، احنا قلنا درجة قلوية الخرسانة، الخرسانة مادة قلوية بتتراوح درجة قلويتها من 12 إلى 14. أما بتتعرض الخرسانة لوسط حمضي زي ثاني أكسيد الكربون اللي هو موجود في الجو أو ثاني أكسيد الكبريت الموجود في المناطق الصناعية، برضو المشكلة عندنا في الخرسانة اللي هو أول مركب اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم. هيدروكسيد الكالسيوم ده اللي جاه في الخرسانة ده بينتج من تفاعل الأسمنت من المية، وده المركب الأكثر شراهة للتفاعل مع الأوساط الضارة. بيتفاعل ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو مع هيدروكسيد الكالسيوم الناتج من إماية الأسمنت في وجود المية اللي هي الـ H2O اللي قدامك ده، يعني لازم يكون في درجة رطوبة أو جو رطب، بتكون مركب جديد اللي هو كربونات الكالسيوم اللي هو CaSO3. الكربونات الكالسيوم ده يا شباب ده مادة حمضية، مادة حمضية. المادة الحمضية دي طبعا هتحاول تقلل من درجة قلوية الخرسانة. بعد ما كان درجة قلوية الخرسانة عالية وبتتراوح من 12 ل 14 نتيجة لتكون كربونات الكالسيوم ده، هتنخفض درجة القلوية ممكن توصل لأقل من 12، ممكن توصل ل 10. مشكلة الخرسانة لو انخفض درجة قلوية بتاعتها عن 10 بتفقد حمايتها لحديد التسليح الموجود بداخل. يبقى ده ممكن أسأل من آخر جملة، ممكن يجي لك سؤال، بتفقد الخرسانة حمايتها لحديد التسليح بداخلها إذا وصلت درجة قلويتها إلى كام؟ 10 ولا 11 ولا 12 ولا 13؟ الإجابة الصح طبعا إذا انخفض درجة قلويتها عن 10. سؤال مثلا آخر، يتفاعل ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو في مع هيدروكسيد الكالسيوم من، يعني شوف المعادلة دي ممكن أحولها لك لسؤال، يتفاعل ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو مع هيدروكسيد الكالسيوم الناتج من نمات الأسمنت في الظروف الايه؟ في الظروف الحارة، في الظروف الرطبة، في الظروف يعني ممكن أحط لك أي متغيرات، إنما إجابتها بتاعت الصح تبقى في الظروف الايه؟ وجود المية اللي هو الـ H2O في ظروف الرطب. برضو يتفاعل هيدروكسيد الكالسيوم مع ثاني أكسيد الكربون في ظروف الرطبة مكونا ايه؟ هتختار عندك الإجابات برضو المتغيرة، المفروض بيتكون كربونات الكالسيوم. تمام، يعني عشان محدش يقول الكلام اللي بالشرح دلوقتي ده نظري، امال الاسئله هتيجي ازاي في الامتحان الام اس كيو. من السؤال اللي فات قلنا ان تفقد الخرسانه
حمايتها لحديد التسليح بداخلها لما بتنخفض درجه قلويتها عن 10. من الكلمه دي هنمسك موضوع جديد اللي هو موضوع صدأ حديد التسليح او الكوروجن او الستيل كوروجن. المعلومه اللي سبقت قلتها دلوقتي بتعد الخرسانه خط الدفاع الاول لحمايه نفسها وحمايه حديد التسليح بداخلها من الصدأ اذا كانت درجه قلويتها مرتفعه واللي هي بتتراوح من 12 الى 14 نتيجه لتكون طبقه رقيقه من اكسيد الحديد على اسياخ الحديد بتحميه من الصدأ. يعني يا شباب انت بتشوف الحديد هو لسه عند التاجر او هو طالع من المصنع بيبقى اللون بتاعه ايه؟ رصاصي. نتيجه ترك الحديد ده في الجو لمدة أيام بسيطة يومين ثلاثة أو أسبوع بتلاقي لون الحديد بدأ يتغير من اللون الرصاصي إلى اللون البني. مظبوط يا شباب؟ اللون البني ده في ناس بتعتقد إن هو صدأ، تقول لك ده الحديد صمدة. يا صحيح الطبقة البني دي هي عبارة عن أكسيد حديد، ولكن بنسميها دي طبقة حماية سلبية للحديد إن هي بتحمي أسياخ الحديد من التعرض لعملية الصب. يبقى برضو يعني معلومة مهمة سواء لك في التنفيذ أو في الدراسة، تكون طبقة أكسيد الحديد البني على أسياخ الحديد ده هو ليس الصدأ، ولكن ده اسمها طبقة الحماية السلبية اللي هي بتحمي الحديد من الصدأ. أما بتفقد الخرسانة أو تنخفض درجة قلويتها وتنزل لعشرة نتيجة ايه؟ ده سؤال. نتيجة تحول الكربوني او وجود الكلوريدات، يعني نتيجة لوجود مادة حمضية بتخفض من درجة قلوية الخرسانة. بتبدأ الخرسانة تضعف في مقاومتها لحماية الحديد من الصدأ ويبدأ الحديد يصدأ. طب عملية الصدأ دي عملية ايه؟ برضو ده سؤال. هل هي عملية كيميائية؟ هل هي عملية ميكانيكية؟ هل هي عملية فيزيائية؟ الإجابة الصح هي عملية كهروكيميائية. عملية صدأ الحديد هي عملية كهروكيميائية. بتحدث على فين؟ داخل مقطع السيخ؟ لا، بتحدث على سطح الحديد الملامس للخرسانة. بيشترط لحدوث عملية صدأ حديد تسليح الخرسانة وجود المية والأكسجين، وجود المية والأكسجين، ولذلك احنا بنقول عليها عملية كهروكيميائية. عملية كهروكيميائية لازم يكون فيه تيار بيسري في وسط مائي، تيار كهربائي بيسري في وسط مائي بينشأ عنه تفاعلات كيميائية. لو مشيتوا معايا واحدة واحدة هنشوف في السلايد اللي بعد كده سيخ حديد موجود قدامنا هون. السيخ دون محاط بالمية والأكسجين اللي هو الـ H2O والO. بيتكون على سيخ الحديد أقطاب موجبة اللي هي الأنود وأقطاب سالبة اللي هي الكاثود. على نفس السيخ احنا قلنا عملية كهروكيميائية، هيبقى فيه تيار كهربائي بين قطبين موجب اللي هو الأنود والقطب السالب اللي هو الكاثود. نتيجة مرور التيار الكهربائي دون بيحدث فيه تحلل، لأيونات الحديد وتحلل للمية زي ما هنشوفها في ده الصورة. هي المعادلات مش واضحة بصورة كبيرة هنا، ولكن الشرح بتاعها في الاسلايد اللي بعد كده هتلاقيه، اللي هي الموضوع ده اللي هو بيوضح ميكانيكية حدوث صدأ الحديد. بيتحلل الحديد عند القطب الموجب اللي هو الأنود إلى أيونات الحديدوز والإلكترونيات. يبقى ده أول حاجة، نفس الحديد أو جزيئات الحديد بتتحلل إلى أيونات الحديدوز اللي هي الـ Fe والإلكترونيات اللي هي الأربعة E. تنتقل الإلكترونيات اللي هي الـ E دي من القطب الموجب للأنود إلى القطب السالب وتتفاعل مع الأكسجين في وجود المية، ولذلك إحنا قلنا لازم يكون في وسط مائي، وسط مائي من المية والأكسجين. بيتفاعل الإلكترونات دي مع الأكسجين والمية منتجة أيونات الهيدروكسيل اللي هي الـ OH المياه المعادلة الثانية، الـ H2O اللي هي المياه مع الأكسجين مع الإلكترونات اللي هي ناتجة من القطب الموجب بتدينا مكونات أيونات الهيدروكسيل اللي هي الأربعة OH.
بتيجي أيونات الحديدوز اللي هي جاية من برضو القطب الموجب تتفاعل مع أيونات الهيدروكسيل مكونة هيدروكسيد الحديدوز اللي هي المعادلة الثالثة بتكون هيدروكسيد الحديدوز. بيتأكسد هذا الأكسيد برضو بفعل الأكسجين والمية إلى هيدروكسيد الحديديك إلى هيدروكسيد الحديديك. هيدروكسيد الحديديك بدوره بيتحلل إلى أكسيد الحديد اللي هو الـ Fe2O3H2O اللي هو ده الصدى. يبقى المعادلة الأخيرة دي بيتكون فيها أكسيد الحديد اللي هو الصدى. مشكلة الأكسيد دون إن هو مشكلته إيه؟ إن هو ضعيف في الالتصاق بالحديد، شره امتصاص المية، مما يؤدي إلى ذوبانه في المية، بيذوب في المية. ولذلك بتلاقي السيخ الصدع بتاع الحديد بيبدأ ينقص المقطع بتاعه نتيجة ذوبان أكسيد الحديد في المية. ظاهرة تانية بتجد على سطح عمود مثلا أو بلاطة أو كمرة بقع بني. البقع البني دي ناتجة من إيه؟ ناتجة من ذوبان أكسيد الحديد في المية وتسربه على سطح الخرسانة، مما يترك اللي هو الإيه؟ الأثر اللي هو لونه البني. فبيتأكد مقطع السيخ مع مرور الوقت إلى أن يتلاشى تماما. يعني بنشوف معاينات تيجي تدور جوه الخرسانة مثلا عمود تلاقي أثار لإما سيخ حديد عامل زي الخيط كده، يعني المقطع بيتلاشى تماما، أو ممكن يتلاشى المقطع تماما تلاقي أثر بني إنه يقول لك كان فينا زمان سيخ حديد وداب في المية. يعني تخيلوا يا شباب، يعني الحديد اللي فيه القوة والبأس الشديد ممكن مع عملية الصدى دي بيذوب في الماء. ده برضه من خلال السلايد اللي فاتت، في أسئلة برضه كتير ممكن تجي لك في صورة أسئلة اختيارية في الـ MCQ. الخاصية أو المشكلة اللي بعد كده اللي هو مياه البحر. مياه البحر اللي احنا عندنا في مصر ما شاء الله مناطق ساحلية كبيرة، على مدن كتير على ساحل البحر المتوسط وساحل البحر الأحمر. مياه البحر دي أو الجو الساحلي بيبقى له أضرار على المنشآت الخرسانية. الأضرار دي ممكن تكون نتيجة لعوامل كيميائية أو عوامل ميكانيكية أو الكائنات الحية اللي بتنمو على أسطح الخرسانة في أرصفة المواني مثلا، وفي حماية الشواطئ باستخدام الكتل الخرسانية، أو المنشآت اللي بتكون موجودة في على ساحل البحار. أول حاجة لو اتكلمنا على العوامل الكيميائية، الأملاح الموجودة في ماء البحر خاصة كبريتات المغنيسيوم، لأن احنا قلنا مشكلة الخرسانة الأسمنتية المهاجمة عن طريق كبريتات، ومشكلة الحديد المهاجمة عن طريق الأحماض زي الكلوريدات أو ثاني أكسيد الكربون أو ثاني أكسيد الكبريت. فبتجد ماء البحر غني بنسبة عالية من أملاح الكلوريدات اللي هو خاصة ملح الطعام الكلوريد الصوديوم، وكذلك في نسب من أملاح الكبريتات خاصة كبريتات المغنيسيوم ممكن تهاجم أيضا الخرسانة. بينتم عن مواجمة الكبريتات طبعا تكون مادة الترنجايت اللي هي بتؤثر على الخرسانة الكتل الخرسانية وتؤدي إلى تفتتها أو تشرذها. العوامل الميكانيكية اللي هي ناتجة من ضغط حركة الأمواج. حركة الأمواج لو أنت عندك منشأ ساحلي زي أرصفة المواني أو المنشآت اللي بتبقى موجودة على الكباري مثلا، الأعمدة بتاعت الكباري الموجودة في البحر أو في المنشآت الساحلية ممكن تتعرض لضغط الأمواج. طبعا بضغط الأمواج ده ممكن يؤدي إلى عملية تآكل اللي هي الأوريجن، أو بفعل حركة المية اللي بتبقى موجود معها محملة بالرمل بتؤدي إلى عملية برضو تآكل أو احتكاك. وكذلك تأثير السقيع اللي هو لو المية دي في جو بارد هتخش جوه الخرسانة وتتجمد، نتيجة تجمدها بيزيد الحجم بتاعها وبالتالي بيسبب ضغط داخلي يؤدي إلى تفتت الخرسانة. العامل الثالث بعد العوامل الميكانيكية الكائنات الحية. الكائنات الحية اللي انتم بتشوفوها الريم اللي هو الأخضر أو حفار البحر اللي بينمو على سطح الخرسانة
مما يؤدي برضو إلى تآكل سطح الخرسانة. يعني العوامل دي كلها بتؤدي إلى تكون برضو أقطاب موجبة وأقطاب سالبة على حديد التسليح، وفي نفس الكلام بترجع تاني كلام اللي قلنا عليه بالنسبة لموضوع الصمت. طب كيف يمكن مقاومة مياه البحر للمنشآت الساحلية؟ بنستخدم نوع من أنواع الأسمنت الألوميني أو الأسمنت الحديدي أو الأسمنت المقاوم للكبريتات. يبقى فيه أنواع غير عادية غير الأسمنت العادي زي الأسمنت الألوميني أو الأسمنت الحديدي اللي هو خبث الأفران، أو استخدام أسمنت مقاوم للكبريتات. الاهتمام بعملية صناعة الخرسانة سواء عملية الخلط أو الدمج لتقليل الفراغات ما أمكن، وكذلك اختيار مواد جيدة من الركام وتقليل نسبة ميم إلى سين، وزيادة سمك الكفر أو الغطاء الخرساني فوق حديد التسليح ممكن يصل إلى من 5 إلى 8 سنتي لمقاومة تسرب الخرسانة للداخل. دي بعض الصور، مثلا عمود من الخرسانة المسلحة زي ما احنا شايفين في آثار التمليح اللي هو الأبيض وآثار الرطوبة وآثار تفتت طبقة الكفر، كل ده ناتج طبعا من تعرض الخرسانة بتاعة العمود للرطوبة أو المياه الجوفية أو الأبصرة، فده طبعا بيؤثر على حالة الأعمدة. مثال تاني لموضوع صدأ الحديد، وده الصورة دي شايفين فيها بلاطة سقف واضح سوق مصنعية الخرسانة المسلحة، شايفين التقسيط بتاع الحديد تسليح مسافات كبيرة مش مظبوطة أو مش منتظمة، في نفس الوقت واضح ضعف الخرسانة، اللون بتاعها واضح إن هو الشكل بتاعه بسفر يعني فيها إسمنت قليل أكيد، الركام المستخدم فيها برضو ركام غير متدرج، وبالتالي كان فيه أكيد نسبة فراغات عالية أدت إلى طبعا الصورة اللي احنا شايفينها إن الحديد صد بكامله بهذا الشكل. الحديد طبعا واضح نسبة صدع عالية فيه، واضح ان في مناطق تحس ان الحديد فيها بدأ يتلاشى، فده طبعا من اثار عيوب صناعة الخرسانة. ده منشأ ساحلي هو واضح الموج بتاع البحر، واضح ان انهار بلاطة السقف بتاعة هذا المنشأ نتيجة طبعا عدم الاهتمام بصناعة الخرسانة وحماية الخرسانة من التعرض للظروف الساحلية الصعبة. ده عمود برضو واضح سوق المصنعية بتاعته، شايفين الكنات شكلها عامل ازاي، شايفين الحديد تسليح متحرك من مكانه، ثلاث سياخ محطوطين جنب بعض. ده نتيجة يا شباب لما تيجي تشوف أثناء صب الأعمدة بتلاقي في عامل بيبقى اسمه الفرمجي بيقف على السقف أو على أعلى العمود أثناء الصب، وعشان يعمل دمك الخرسانة يقوم ماسك التقفيصة بتاعة الحديد ويبدأ يحركها بإيده، فطبعا ده بيؤدي إلى عدم انتظام توزيع الكنات وبيؤدي إلى تجمع أسياخ الحديد ونتيجة لزيادة مية الخلط وبرضه سوء المواد المستخدمة. شايفين حالة عمود من الخرسانة المسلحة الصدأ والتساقط وتفتت، يعني تصدع العمود تقريبا شبه متصدع بالكامل يعني. ده نفس الكلام الصورة اللي على اليمين، عيوب صناعة الخرسانة ما هوش تعشيش حتى نقدر نقول عليه تعشيش، ده فجوات موجودة أثناء صب الخرسانة، طبعا سوء مصنعية بدرجة كبيرة جدا. الصورة اللي على الشمال هنلاقي نجد عمود برضو واضح تساقط الكفر وظهور حديد تسليح في حالة صدأ واضحة قدامنا. ده برضو مدرسة وواضح تساقط طبقة الغطاء الخرساني في بلاطة سقف الطرق بتاع المدرسة، وسوء المصنعية واضح في تقسيط بتاع شبكة الحديد وصدع حديد تسليح، واضح طبعا ضعف الخرسانة. يعني الحقيقة برضو ده السقف من الداخل برضو في نفس في الكلام تساقط أجزاء من طبقة الغطاء الخرساني وصدع حديد التسليح. يعني تقريبا معظم المنشآت العامة عندنا في مصر نتيجة لسوء استخدام أو سوء صناعة الخرسانة وزيادة نسبة ميم إلى سين أو زيادة كمية الخلط وعدم الاهتمام باستخدام ركام متدرج
وعدم الاهتمام بعمليه الدمج والمعالجه، ده كله بيؤدي الى تكوين خرسانه ضعيفه. مع الوقت عده سنوات بتبدا تظهر العيوب ويبدا العد التنازلي للعمر الافتراضي للمنشأ. من الظواهر اللي برضو بتأثر على ديمومة الخرسانة أو متانة الخرسانة، ودي تختص في عمليات البلاطات الطرق والمطارات والمنشآت الهيدروليكية في الأنفاق ومخارج المياه في الترع والخزانات. بتتعرض القطاعات الخرسانية لظاهرة اسمها البري والاحتكاك. البري والاحتكاك بفعل المية نتيجة حركة المية ممكن تسبب الابراشن اللي هو نتيجة تآكل سطح الخرسانة لاندفاع المية. وبتزداد مقاومة الخرسانة للتآكل كل ما كانت الخرسانة برضو جيدة، يعني مقاومتها عالية، وتجنب حدوث شروخ الانكماش اللي هو بلاستيك شرينكج أثناء بعد صب الخرسانة. ومكونات الخرسانة واستريس صناعتها أيضا بتؤثر على درجة حماية الخرسانة للتآكل ونتيجة الاحتكاك. من الظواهر المهمة اللي بنجدها برضه عندنا تأثير مياه المجاري. تأثير المياه المجاري ده مهم جدا على الأساسات وعلى الأعمدة الموجودة في تحت مستوى سطح الأرض أو في المنشآت الخرسانية اللي بتستخدم في محطات المجاري. بصفة عامة المجاري الحديثة الجارية بيكون تأثيرها قلوي، وبالتالي ما يكونش لها تأثير ضار على الخرسانة. ده برضه سؤال، يعني المياه الجارية الحديثة بيكون تأثيرها قلوي ولا حمضي ولا ضار ولا غير ضار؟ يعني ممكن يبقى برضه كسؤال اختيار. يبقى المجاري الحديثة الجارية يعني متجددة أو مهواة، يعني فيها فتحات معمول لها لما فتحات تهوية أو مراوح تهوية اللي هي الفنتيليشن، ما بتكونش لها تأثير ضار على الخرسانة. ولكن حتة ولكن دي حط تحتها كذا خط، إذا تحللت وتعفنت المياه نتيجة لركودها لمدة من يومين أو ثلاثة أيام فإنها بتهاجم الخرسانة. يعني المياه إذا سدت المجاري مثلا إذا سدت لمدة يومين أو ثلاثة أيام بيؤدي ركودها إلى تحللها وتعفنها. نتيجة التحلل والتعفن ده بتكون بكتيريا، بتكون فيها بكتيريا. البكتيريا دي بتفصل غاز اسمه كبريتور الهيدروجين من مياه المجاري. الغاز ده هو بيتفاعل برضه مع مين؟ مع هيدروكسيد الكالسيوم. مشكلة الخرسانة الأسمنتية اللي هو تكون كمية زايدة من الجير الحي أو هيدروكسيد الكالسيوم. بيتفاعل غاز كبريتور الهيدروجين مع هيدروكسيد الكالسيوم مكونا غاز اسمه ايه؟ كبريتور الكالسيوم. الغاز اللي هو كبريتور الكالسيوم ده بيتأكسد وبيهاجم الخرسانة ويؤدي إلى تشرخها وتفتتها. يبقى عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى إن المياه دي بتكون راقدة لمدة من يومين أو ثلاثة أيام وفي حرارة كمان، يعني مفيش فيه تهوية. الحرارة دي هتجيلها منين؟ لإما الجو حر أو اللي بيستخدم مياه المجاري بيستخدم مياه ساخنة بصورة كبيرة جدا. فالحرارة زيادة الحرارة بتساعد على سرعة تعفن وتحلل مياه المجاري. أما المياه المجاري بتتعفن بتتكون بكتيريا. البكتيريا دي بتفصل غاز اسمه كبريتور الهيدروجين من المياه المجاري. الغاز ده هو الكبريتور الهيدروجين بيتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم الناتج من إيماءات الأسمنت برضو الموجود في الخرسانة ويتكون مركب اسمه كبريتور الكالسيوم. كبريتور الكالسيوم ده هو بيهاجم الخرسانة وبيؤدي إلى تشرخها وتفتتها. طب كيفية الحماية والعلاج؟ إن هو منع ركود وتعفن المجاري ما أمكن. يعني انت قدامك من يومين لثلاث ايام ما تديش فرصه ان ميه المجاري تكون راقده لمده تصل الى يومين او ثلاث ايام عشان ايه؟ ما تتكونش البكتيريا اللي بتفصل غاز كبريتور الهيدروجين. وثاني حاجه استخدام يعني عمل تهويه
التهوية أحيانا بيبقى في المنشآت الكبيرة أو المنشآت العامة بيعمل مراوح اللي هي بتعمل فنتليشن عشان تبرد برضو المياه المجاري وما تساعدش على تكون البكتيريا. أو احتياط أخير إضافة مواد كيميائية للمياه المجاري لتمنع من تحلل. دي بعض أمثلة لعيوب إنشائية في مياه العمارة. طبعا نتيجة مياه العمارة ده هو اللي هي اللي على الشمال ناتج لتأثير مياه المجاري أثر على أحد الأعمدة وأدى إلى تفتت خرسانة العمودة، مما أدى إلى ميل العمارة بالكامل نتيجة مياه المجاري. المقاومة والحريق ده آخر حاجة. الخرسانة بطبيعتها ممكن تقاوم الحريق لمدة من ساعتين إلى 3 ساعات، وكل ما زودنا سمك قطاع الخرسانة بيحمي الخرسانة من الانهيار نتيجة تعرضها للحريق. وكذلك يعني بزيادة كمية الأسمنت وزيادة نسبة الرمل بتدي خرسانة مقاومتها أكتر للحريق. يعني برضه ده برضه من الأسئلة، الخرسانة اللي فيها كمية أسمنت عالية وكمية رمل نسبة الركام الصغيرة الركام الكبير في الخلطة الخرسانية بتكون كبيرة، يعني الرمل بيكون أكتر، ده بيدي خرسانة مقاومة للحريق. في من أنواع الركام اللي بتبقى لها مقاومة عالية للحريق الركام الخفيف بصفة عامة زي خبث الأفران أو الفورموكليت أو كسر الطوب. فاستخدام ركام خفيف بيبقى له مقاومة أفضل للحريق. كذلك يعني يفضل استخدام أسمنت حديدي من الأسمنت العادي في المنشآت اللي بتتعرض للنيران أو الحرارة العالية. يفضل استخدام الأسمنت الحديدي عن الأسمنت العادي في المنشآت اللي بتتعرض إلى حرارة زي الأفران. وكذلك الأسمنت الألوميني يعتبر أفضل أنواع الأسمنت اللي بتستخدم في المنشآت زي الأفران، المنشآت اللي هي تتعرض لنيران عالية. يراعى في المنشآت اللي ممكن تتعرض للحريق اللي هو زيادة سمك الغطاء الخرساني أو استخدام طبقة من المصيص أو الجبس لحماية الخرسانة من درجة الحرارة. بكده يبقى انتهينا من جزء مهم جدا اللي هو الديورابيلتي بالنسبة لل يعني الخرسانة، واستعرضنا ايه العوامل المختلفة الضارة اللي ممكن تؤثر على المنشآت الخرسانية. أي أسئلة عندكم؟